المنتخب المغربي لاعب وحشية، يعني داير اللي في جهده. كنتمنوا يا ربي الفوز يكون من نصيبه. أنا بصراحة الدقائق الأولى ما كنتش حاضرة، لأنه كنت متابعة فقط في الطريق، لأنه كنت جاية في الطريق، واليوم أنا رفقة ابني يعني جاي إن شاء الله يا ربي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه النصيب يكون، يعني الفوز يكون من نصيبنا، لأنه فعلا المغاربة يستحقوا، لأنه اليوم أنا شايفة منهم كيلعبوا. يعني بالنسبة المغاربة اليوم لاعبين تبارك الله عليهم، يا ربي تيسر لهم يا ربي يا ربي. برافو برافو برافو، احنا بقلبنا وبروحنا مع المغاربه، ولاعبين المغاربه اليوم زوين بزاف واعر، ويا ربي تكمل عليهم يا رب. ما كيشوف الجميع والله العظيم ان المنتخب ديالنا يستحق احسن من هذه النتيجه هذه. احنا اللي مضمونين الجو، احنا اللي كنوصلوا البوطو بزاف. مالوغوزمون كره واحده من ضربه من كورنين ماركاو علينا بيت، كما قلت وسبقت الله يعطينا غير ربع من الحظ اللي عند رونالدو. ان شاء الله نربحوا في هذا الماتش، مازال متفائلين ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه لا بغى الله. خلعه اول حاجه، بعدا شدني الخلعه بزاف. مستوى رفيع، يعني مستوى كبير وقوي، يعني قدام فرقه قويه اللي هي البرتغال وكريستيانو اللي هو ما لا يستهان به. ولكن الحمد لله، يعني حاليا راهما يعني كيلعبوا كيديروا الجهد ديالهم، والكامل على الله سبحانه وتعالى. ولكن يزيدوا يزيروا راسهم شي شويه، هذاك الهدف الاولاني اللي دار ما خصوش يدار، يزيدوا يزيروا راسهم باش ان شاء الله تكون مقابله، تكون ان شاء الله لصالحنا، ويكون فوز لصالحنا ان شاء الله. علاش لا؟